مشاريع أخرى نراها في الفترة الأخيرة في الشارقة في إمارة أبو ظبي، هنالك مشروع مثلا كلمة للترجمة، مشروع كتاب الذي هو يعني دمج ما بين هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث وبين معرض فرانكفورت للكتاب. هل تعتقد بأنه هذه المبادرات يعني ستؤدي في النهاية إلى الرسالة المطلوبة منها؟ لأنه أحيانا مبادرات كثيرة نراها يعني لا تجتمع من أجل تقديم عمل متكامل. أعتقد أن المشكلة أن يعني بالتأكيد المشكلة المركزية هي غياب القارئ، غياب السوق. يعني نحن نزود السوق بسلع قد لا تستهلك، فلننظر إليها من هذه الناحية. عندما يصل السوق العربي للكتاب أو تصل السوق العربية للكتاب إلى مستوى يعني يبدأ فيه القارئ بالشراء، يعني باعتباره يشتري سلعة أدبية، هي بالأخير سلعة شئنا ما بينا، في هذه الحالة أستطيع أن أقول أننا وصلنا إلى مكان يعني، وهذا يرتبط بالعدد لا شيء آخر. يعني علينا عدديا أن نقوم بإحصاء، نقول هذا ما يحصل. طبعا هناك فوارق في موضوع ال 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 يعني تأمين الدولة الكتاب كبديل عن المؤسسات الخاصة. أنا بالتأكيد لم أكن بهذا الوارد عندما تحدثت عن الموضوع، كنت بصدد يعني الكلام اللي تفضل فيه الأستاذ فريد واللي تفضلت فيه، النماذج التي أرستها يعني كان في أبو ظبي أو في دبي مؤسسة الشيخ محمد بن راشد أو في الشارقة. أنا سألت أستاذ حكمة يعني هذا السؤال تحديدا لأنه هنالك من يقول بأنه أحيانا الناشر العربي يجب أن يكون صاحب قضية، صاحب هم ثقافي، وأن لا يكون صاحب يعني تاجر يريد أن ينظر إلى ربحه، لأنه أيضا هذه مقاربة خاطئة للأمور. لأنه الناشر إذا أردنا أن نوجد صناعة للطباعة والنشر، من حق الناشر أن يربح، ومن حقه أن يكون هنالك صناعة تدر عليه ربحا، إضافة إلى وجود هذه المبادرات إن كان في منطقة الخليج أو في الدول العربية بصفة عامة. صحيح ما تقولينه، يعني هذا موجود، لكن أنا لا أوافق عليه، لأنه أنا من دعاة تحرير القارئ والناشر من وصاية أي سلطة. لكن هذه السلطات إن كان في قطر أو في الإمارات أو في السعودية أو في دول أخرى مشكورة للمبادرة، لأن الوضع في حالة مرضية عم شخصه يعني فلا مجال بتاتا إلا لمحاولة الدعم، لمحاولة يعني إنشاء هذه السوق أو خلقها. ما يحرر عندما نتعاطى مع الكتاب باعتباره رسالة فقط، هذا معناها أننا لا نخلق مناخ الحرية في الاختيار، في اختيار الكتاب أو في اختيار شراء الكتاب، في اختيار نشر الكتاب أو في اختيار شراء الكتاب. الضابط الوحيد لحرية القارئ ونضجه الثقافي والاجتماعي على مستوياته المتفاوتة هو أن يكون السوق هو الحكم. وأعطي مثل يعني بسيط، أنا هاري بوتر يعني الرواية المشهورة باعت في اليوم الأول لتوزيعها 11 مليون نسخة اليوم الأول، لا بدعم حكومي ولا بدعم غير حكومي، وهذه إحدى يعني تحولت 11 مليون نسخة. أنا متأكدة من أن هذا الرقم سيثير الكثير من الشجن لدى أي كاتب عربي. سأشرك معي في هذا التساؤل ضيفتنا عبر الهاتف من بيروت الروائية الجزائرية فضيلة الفاروق فضيلة، لها أكثر من رواية، لحظة الاختلاف، الحب، مزاج مراهقة، تاء الخجل الذي ترجم للغتين الفرنسية والإسبانية، واكتشاف الشهوة. وطبعا يا فضيلة نترقب إصدارك الجديد عن الشرق والذي سيتضمن فصل ربما عن بيروت. مساء الخير، اهلا بك فضيلة الفاروق. مساء النور فضيلة. يعني الاستاذ حكمة الزين كان يتحدث عن 11 مليون نسخة لهاري بوتر. انا لا اريد ان اسالك كم طبعة يعني لكتبك في كل مرة في كل كتاب، ولكن هل تجدين اليوم ان هنالك فعلا ازمة قارئ في العالم العربي؟ في العالم العربي طبعا هناك أزمة قارئ. أنا سمعت قليلا من ما قاله الأستاذ فريد وقليلا مما قاله الأستاذ حكمة، وطبعا تميل كفتي إلى الرأي الثاني أنه عندنا أزمة قارئ فعلا. لأنه إذا سنتحدث يا أستاذ فريد وأستاذ حكمة أيضا عن موضوع المنافسة مع الكتاب الإلكتروني، أنا لا أريد أن أغفل هذه النقطة لأهميتها، ولكن بعد الفصل الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من أنت المسؤول، الذي تناقش أو التي تناقش هذه الليلة مسألة صناعة الطباعة والنشر في العالم العربي، وأيضا أزمة الكتاب
أم أزمة القارئ. كنا قبل الفاصل وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها عن المنافسة في كل أوجهها، وربما سنركز في هذه المرحلة أستاذ حكمة زين على موضوع المنافسة الإلكترونية. هل وصلنا إلى مرحلة نتحدث فيها عن منافسة الكتاب العادي للكتاب الإلكتروني، أم أنه نحن ربما نناقش موضوع مازال وهمي غير موجود؟ لأنه هنالك الكثير من الأرقام، أنا لا أريد أن أدخل في موضوع الأرقام لأنه فعلا موضوع محير للغاية، ولكن الأرقام بغض النظر عن دقتها تشير إلى أنه اطلاع الكاتب أو القارئ العربي اليوم على الإنترنت متواضع، وإذا طلع على الإنترنت يطلع للتسلية للترفيه، هو لا يدخل الإنترنت للقراءة وللمطالعة والثقافة. فهل نتحدث عن منافسة حقيقية هنا؟ بالطبع، يعني أنا أولا يعني من أجل يعني الدقة، القارئ ليس بالضرورة قارئ كتاب، القارئ هو قارئ يعني، وبالتالي الكتاب هو شكل من يعني من أقدم أشكال استهلاك القراءة يعني كسلعة من جديد يعني. طبعا عندما أتحدث عنها كصناعة، الآن هناك يعني تقنيات جديدة دخلت، ولا أعتقد أن الكتاب بشكله الحالي متوفر على الإنترنت لنتحدث عن منافسة الإنترنت للكتاب. ممكن أن نتحدث الكتب غير متوفرة، يعني Amazon.com أو الشبكات العربية التي تبيع كتب دور النشر عبر الإنترنت، هذه تساهم في نشر الكتب أيضا، يعني هي إحدى وسائل التسويق. الكتب ككتب ليست متوفرة بشكل يعني واسع على الإنترنت، وبالتالي الكتاب الإلكتروني ممكن يعني غير شبه غير موجود، يعني غير موجود. هلا قد يكون هناك نسخ طباعة ايضا عبر الانترنت، يعني كما تفعل بعض دور النشر الغربية ان كان في استراليا او امريكا او حتى في اوروبا، تبيع النسخة الالكترونية عبر شراء الكتروني يعني. ولكن الا يوجد نسخ مقرصنة لبعض الكتب العربية؟ بعض الكتب السجالية، بعض الكتب المشهورة، لكن وليس بشكل واسع، يعني انا اتحدث عن عمل يعني بالضبط. القارئ الذي اتحدث عنه في العالم العربي على الـ على الـ على الانترنت، القارئ الالكتروني، هو قارئ سياسي اجمالا او قارئ ترفيهي. طبعا القراءة الترفيهية عن المشاهير والى اخره هذا حيز اخر، اما القارئ السياسي يعني اللي بيفوت على المواقع مثل الجزيرة، أعطيت مثل أو غيرها، أو موقعكم العربي أو موقع البي بي سي العربي مثلا أو المواقع الكبرى العربية، هذا هو قارئ ينتج، يساهم بالإنتاج. لماذا؟ لأن الإنترنت تستخدم مثلها مثل المجلة وليس مثل الكتاب، هناك حيز من الإعلانات يعني، وبالتالي المدخول من القارئ لا يكون بالدفع المباشر عبر بيع السلعة التقليدي، يعني أنه تدفعي مصاري وبالتالي تأخذين بالمقابل الكتاب. أنت بمجرد دخولك أنت تؤمنين لهذا على الموقع وقراءة به، وممكن إحصاء من دخل يعني من عدد المتصفحين وكم مرة أي صفحات وأي مقاطع حتى، وهذا يؤمن مدخول إعلاني للموقع بالضبط، وبالتالي تأخذ هذه المواقع هذه المعلومات التي تراقب من شركات حيادية، تأخذها إلى شركات الإعلانات وتقول وتقدمها لها وتقول نحن لدينا هذا المجموع القراء، وبالتالي تؤمن مدخولها من الإعلانات، وبالتالي هذا نوع جديد جدا من القراء يعني الذين يساهمون في إنعاش هذه المواقع يعني. يعني لا أعتقد المنافسة، يعني جوابا على سؤالك المباشر، لا أعتقد هناك منافسة لكتاب إلكتروني للكتاب العادي بشكل واسع، إنما بعض الكتب على أمل أن تكون يعني تصفح الإنترنت يشجع القارئ، قارئ الإنترنت أن يتحول إلى قارئ. عند في CNBC عربية نطرح ربما كل يوم أو كل يومين موضوع العمل العربي المشترك، السوق العربية المشتركة، ولكن لفت نظري أن هنالك من يقترح أن يكون هنالك سوق عربية مشتركة للكتاب. هل تعتقد بأن هذه فكرة طموحة أكثر من اللزوم؟ هل تعتقد بأنها فكرة قابلة للتحقيق؟ هي ليست قابلة للتحقيق حاليا لأنها مرتبطة بموضوع الرقابة ودمقراطة المجتمعات يعني، وبالتالي أنت تعلمين أن الكثير من الأنظمة العربية تتعامل مع الكتب كما وصفها رياض الرئيس يعني كأنها مخدرات يعني، وهو وصف أنها تقول عن الناشرين أنهم مهربين، وبالتالي الناشرين هم مهربون، ويعني وصف لذيذ لأنه الكتاب ممنوع، وبالتالي يعني حرية تنقل المعلومات في العالم العربي هي مش بس المعلومات يعني، حتى الأعمال الأدبية يعني، هناك كثير من الأعمال الأدبية التي منعت في أكثر من دولة، وليست دائما الرقابة هي رقابة دينية يعني،
هناك أيضا رقابة سياسية ورقابة مجتمعية أحيانا، يعني كمان الناس لا تتقبل وبالتالي تحرك القضايا. هو مشروع طموح، هو مشروع يرتبط بالبنية السياسية والاجتماعية للعالم العربي، طبعا يجب العمل عليه. يعني ربما في حال وجود هذه السوق سيكون هنالك إجابة على الكثير من الجدليات الموجودة حاليا. هنالك جانب التسويق الماركتينج، نحن تتحدث عن 11 مليون نسخة لهاري بوتر، ألا تعتقد بأنه كان هنالك تجيش إعلاني وراء هاري بوتر حتى نصل إلى 11 مليون؟ طبعا، يعني أنا أضيف، يعني تفضلتي كنت عم حضر هذا هذه الإجابة الإضافة على اللي تفضل فيه الأستاذ فريد. طبعا أغلب دور النشر في العالم العربي هناك أزمة دور نشر أيضا، خلينا نحطها بهذا الإطار، يعني إضافة إلى مشكلة التسويق والتوزيع وإلى آخره، المشكلة في السياسات العامة المنتهجة من قبل دور النشر، معرفتهم بالسياسات التسويقية الحديثة، دراسات استراتيجية عن ماهية الكتب المطلوبة، هناك عرض وطلب في السوق، يجب أن نلبي هذا العرض والطلب. قلنا أن الصناعة يجب أن نلتفت إلى مقومات هذه. صحيح، وبالتالي إذا كان هناك من أعمال أدبية نخبوية مثلا، يعني نعرف كميات المطبوعات، مثل ما تفضل كمان الأستاذ فريد قال، نعم هناك طباعة 2000 و3000 نسخة لكتب أدبية وأعمال جيدة جدا، وبعضها خرج إلى السينما في هوليوود، لأن بعض المخرجين الكبار قرأوهم ويعني وقرأوا الكتاب وعجبهم وجهر الكتاب، مثل The English Patient، المريض الإنجليزي الذي تحدث عن هناك. على كل حال أكثر من تجربة لكتاب تحول إلى فيلم، تحول إلى فيلم، ولكن الكتاب بيع أكثر وبكثافة عالية بعد صدور الفيلم. إذن طبعا العالم العربي تنقصه، ودور النشر تحديدا ينقصه جانب أساسي في عمله، هو يعني الماركتينج الحديث، التسويق الحديث، وكيفية الوصول إلى القراء بشكل ربما أفضل. يبدو من خلال، إذا أردنا أن نجمع خيوط هذه الحلقة، ما ينقص قطاع أو صناعة الطباعة والنشر في العالم العربي أن نتعاطى معها على أنها صناعة تحتاج إلى مقومات، إلى انتفاء الرقابة، إلى دعم من القطاع الخاص، من القطاع العام، إلى توزيع، إلى ماركتينج، تسويق، إلى كل هذه الأمور، إلى PR أيضا، إلى علاقات عامة، صحيح، حتى نصل إلى يعني إلى صناعة متكاملة. أشكر ضيفي من القاهرة الأستاذ فريد زهران، رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، ورئيس مجلس إدارة مركز البلد الثقافي، الكاتب والناشط أيضا في مجال حقوق الإنسان. شكرا لك أستاذ فريد زهران، شرفتنا بوجودك الليلة. شكرا. أشكر أيضا ضيفي في الاستوديو الأستاذ حكمة الزين، الكاتب ومؤسس دار نشر كلمات جروب انترناشنال. وأشكر أيضا